أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من قناة المكلا المحلية. نقدم لكم نشرة الأخبار ونستهلها بأبرز العناوين. محافظ حضرموت يفتتح مصنع أكسجين مستشفى ابن سينا بالمكلا. العمل التربوي والتعليمي بساحل حضرموت بين رؤية تربوية وتعليمية لعام جديد ومتجدد. المكلا عودة انقطاع التيار الكهربائي في ظل أزمة محروقات تعاني منها المحافظة. أهلا بكم. التقى محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سلمين البحسني اليوم مسؤول الشراكة بمكتب الأمم المتحدة باليمن لخدمات المشاريع الدكتور خلدون سالم محمد لمناقشة خطة المشروع الطارئ للخدمات الحضرية بمدينة المكلا. كما ناقش الاجتماع القطاعات التي ستتم فيها عمليات التدخل في مدينة المكلا كقطاعات الطرق والبلدية والمخلفات الصلبة والمياه والصرف الصحي والكهرباء بالطاقة البديلة. التقى محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سلمين البحسني قيادة جامعة حضرموت للاطلاع على استعدادات الجامعة للعام الدراسي الجديد. وتم خلال الاجتماع التطرق لمناقشة عدد من الصعوبات التي تواجه الجامعة في توفير الكادر اللازم لسير العملية التدريسية وطرق معالجة مشكلة الأجور التعاقدية ومتأخرات أعضاء هيئة التدريس وطلبات المعاش المبكر ومشروع سكن كادر الجامعة. رعى محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سلمين البحسني اتفاقية تأهيل مشروع مياه منطقة الصدارة وضواحيها بمديرية حجر بتمويل منظمة اليونيسف بتكلفة إجمالية بلغ 341 و779 ألف دولار. ويستفيد من المشروع 16 ألف نسمة في 11 قرية. وستقوم الشركة المنفذة للمشروع بتوريد وتركيب الأنابيب مختلفة الأقطار واستكمال شبكات داخلية وتوصيلات منزلية وعدادات ومضخات طاقة شمسية خلال فترة زمنية تمتد 4 أشهر تبدأ من تاريخ توقيع الاتفاقية. افتتح محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سلمين البحسني مصنع الأكسجين الخاص بمستشفى ابن سينا والممول من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتنفيذ منظمة الصحة العالمية بالشراكة مع وزارة الصحة العامة والسكان. وأشاد محافظ حضرموت بالدعم الذي يقدمه مركز الملك سلمان لمحافظة حضرموت في العديد من المجالات ودعمه اللامحدود للقطاعات الخدمية بالمحافظة، لافتا إلى أن هذا المصنع سيسهم في تغطية جزء من احتياجات المستشفى من مادة الأكسجين، مؤكدا على أن القطاع الصحي سيشهد نقلات نوعية في مختلف جوانبه عبر خطة مشاريع كبرى ستساهم فيها جهات محلية ودولية ستكون لها انعكاسات طبية في تحسين وجودة الخدمات الطبية وتطوير البنية التحتية الصحية بالمحافظة. تفقد محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سلمين البحسني اليوم التجهيزات الجديدة المقدمة لمركز الأطراف الاصطناعية والعلاج الطبيعي بالمكلا. وطاف المحافظ البحسني بأقسام المركز متعرفا بمديره الدكتور محمد الجمحي على الخدمات التي يقدمها في تجهيز وتركيب الأطراف الاصطناعية والتدريب عليها. وأشاد محافظ حضرموت بالجهود التي يقوم بها المركز في خدمة أبناء حضرموت والمحافظات المجاورة وأي مواطن من داخل الوطن ومن اللاجئين من دول الجوار، مثنيا على جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تقدم دعما سخيا للمركز من خلال توفير الأطراف وغيرها من مجالات الدعم الأخرى. اطلع محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سلمين البحسني اليوم على البرامج والأنشطة التي تنفذها مؤسسة حضرموت للدعم القانوني والتدريب بالمكلا. وقدم رئيس المؤسسة المحامي نجيب خنش شرحا مفصلا عن الأنشطة التي نفذتها المؤسسة خلال الفترة الماضية في الجوانب القانونية والتأهيل والتدريب الكوادر الحقوقية الشابة.
كما طاف محافظ حضرموت بأقسام المؤسسة مطلعا على سير التدريب لفريق الرصد التابع للمؤسسة الذي يقوم بمهام الرصد لحالات الانتهاكات بكافة مديريات المحافظة. التقى محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية لواء ركن فري سالمين البحسني صباح اليوم بمبنى مكتب التربية والتعليم بساحل حضرموت قيادات وكوادر مكتب الوزارة في إطار الاهتمام بالعملية التعليمية بالمحافظة. في لقاء محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرد سالمين البحسني مع قيادات مكتب وزارة التربية والتعليم بمحافظة حضرموت صباح الثلاثاء 14 من أغسطس، وتم إطلاع المحافظ على مستوى الاستعدادات والترتيبات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2018-2019، دليل كبير وواضح على اهتمام قيادة السلطة المحلية في المحافظة ممثلة بالمحافظ راعي التربية والتعليم الأول بحضرموت بقطاع التعليم. فاللقاء سجل محطة انطلاقة جديدة لقيادة العمل التربوي والتعليمي نحو رؤية تربوية وتعليمية لعام جديد ومتجدد فيه من العطاء والرقي بالنهوض بواقع هذا الحقل الحيوي والمهم. اللقاء كان مفتتحه من قبل الأستاذ الجمال سالم عبدون وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بالمحافظة الذي رحب بالأخ المحافظ وزيارته الميدانية وجلوسه الكريم مع قيادة العمل التربوي والتعليمي في المحافظة والمديريات. وقال الوكيل عبدون بأن قيادة مكتب الوزارة استطاعت أن تحقق نجاحات كبيرة وباهرة في محاربة ظاهرة الغش بفضل تعاون وإسناد السلطة المحلية في المحافظة وأجهزة الأمن وكل مكونات المجتمع المحلي، إضافة إلى التكليفات الوزارية التي أعطيت صلاحيات كبيرة من قبل الوزارة لإدارة وإشراف على السبع المحافظات الشرقية ومحافظتي مأربة والجوف وإنجاز تلك الصلاحيات في وقتها المحدد، وهذا مفخرة لحضرموت ولكوادرها التربوية والتعليمية. محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فارس سالمين البحسني قدم تهانيه الخالصة لقيادات العمل التربوي والتعليمي وكل منتسبي هذا القطاع على النجاحات الكبيرة التي تحققت وستتحقق على مختلف المستويات، وهي محل تقديرنا واهتمامنا المتواصل بما وصل إليه التعليم اليوم في حضرموت الساحل. المحافظ أشار بأن قطاع التعليم يأتي في مقدمة رؤية قيادة السلطة المحلية في المحافظة وضمن النقاط 16 التي تعمل في نطاقها قيادة المحافظة. وخلال الفترة الماضية شهدنا التوسع العمراني في المدارس والمجمعات والرياض الأطفال وغيرها من الجوانب التحسينية في البيئة المدرسية، كذلك المتعلقة بالعملية التربوية والتعليمية. إذن فإن الحقل التربوي والتعليمي في حضرموت الساحل يخطو خطوات نحو النهوض بواقع العملية التربوية والتعليمية. هناك إنجازات تلو الأخرى يشاهدها الجميع على العيان على مختلف المستويات التعليمية، بناء وتشييد وتحسين وافتتاح وتأهيل وتدريب. لقناة المكلة فدي حقان. أصدر محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فري سالمين البحسني عدة قرارات بتغييرات عسكرية في بعض الألوية والوحدات، حيث أصدر البحسني تعيين العميد ركن سعيد محمد سعيد الشعملي مستشارا لقائد المنطقة العسكرية الثانية، وكذلك تعيين المقدم محمد صالح محمد باعيسى مستشار قائد المنطقة للدفاع الساحلي، وتعيين العقيد عوض عبد الله صالح الحيقي قائد لواء الأحقاف، بالإضافة إلى تعيين العقيد هاني السعيد صالح التميمي قائد قوات خفر السواحل. وعين البحسني المقدم ركن محمد سعيد عبد الله العمودي رئيس أركان لواء شباب، بالإضافة إلى تعيين الرائد ركن سالم عمر عبود أبو بكر بن حسينون رئيس أركان لواء الأحقاف. التقى نائب مدير عام مديرية الشحر مصبح العبد البحسني صباح اليوم بممثلي نقابة عمال ميناء الشحر للاستماع إلى مطالبهم الرامية إلى توحيد العمل النقابي والعمل داخل ميناء الشحر للشحن والتفريغ ودمج كافة الأيدي العاملة تحت راية نقابية وإدارة موحدة وإلغاء الفرق الخاصة التابعة لبعض وكلاء التجار العاملون في ميناء الشحر. واستمع نائب المدير العام من ممثلي النقابة إلى مطالبهم موجها إلى تسريع عملية الدمج بين كل الفرق العاملة
بالميناء دون أي استثناء وإعفاء أي عضو منتسب وملتحق بالقطاع العام. وعلى الصعيد ذاته نظم عمال الفرق العاملة بالميناء صباح اليوم أمام ديوان السلطة المحلية بالمديرية وقفة احتجاجية مطالبين بتسوية أوضاعهم العملية في الميناء. تشهد مدينة المنكلا عودة الانطفاءات المتكررة للتيار الكهربائي منذ يوم أمس دون توضيح الأسباب من الجهات المعنية. هذا وبلغ ذروة الانقطاعات للكهرباء اليوم الثلاثاء بأكثر من 6 ساعات متواصلة في ظل أزمة المشتقات النفطية التي تعاني منها المحافظة، مع وجود ناقلات المحروقات التابعة للتجار على مخطاف ميناء المكلا رافضين إدخالها رصيف الميناء والمطالبة برفع سعرها. هذا ويشهد ميناء المكلا حركة تجارية نشطة خلال هذه الأيام برسو باخرة الإسمنت في الرصيف الثاني للميناء، وفي حوض الميناء رسى 3 سفن خشبية أخرى تفرغ بضائع متنوعة. مشاهدينا الكرام، هذه نشرة الأخبار ونذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. محافظ حضرموت يفتتح مصنع أكسجين مستشفى ابن سينا بالمكلا. العمل التربوي والتعليمي بساحل حضرموت بين رؤية تربوية وتعليمية لعام جديد ومتجدد. المكلا عودة انقطاع التيار الكهربائي في ظل أزمة محروقات تعاني منها المحافظة. السيدات والسادة، قدمنا لكم هذه النشرة الإخبارية من قناة المكلا المحلية. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة. لكم منا أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.